اهلا وسهلا بكل عشاق كره القدم الافريقيه. عاده برنامج ريكاب يتناول معاكم الكره العالميه. اليوم بما ان الحدث هو كاس امم افريقيا، شوف يكون موضوعنا افريقيا، تجربتنا مع كاس افريقيا 96 لاني كانت ملهمه، ترشيحاتنا للابرز للفوز بهذه البطوله، للي ممكن تجي منه خيبه الامل، وممكن من وين تجي المفاجاه. اليوم باش نحكي لكم على تجربة المنتخب التونسي اللي كنت أنا موجود فيه 96 في جنوب أفريقيا. المنتخب التونسي ترشح لهذه البطولة بعد خيبة أمل كبيرة جدا في 94، كنا البلد المنظم وخرجنا من دور المجموعات. الكرة التونسية عرفت تغييرات كبيرة جدا على مستوى اتحاد الكرة وعلى مستوى المدرب وعلى مستوى استراتيجية كاملة بالنسبة للكرة التونسية. بداية البطولة نقلنا لجنوب أفريقيا مع بعض المسؤولين بطيارة خاصة لأنه المسافة كانت طويلة جدا 10 ساعات، وكان يعني في قلق كبير وانزعاج كبير من هذا المنتخب وخيبة الأمل اللي ممكن يسببها. مجموعتنا ما كانت سهلة، فيها موزمبيق في المتناول ولكن فيها غانا وكوت ديفوار، منتخبات قوية جدا بطقم من اللاعبين المحترفين أو بكمية محترمة جدا من اللاعب المحترفين في أوروبا. ونحن كنا منتخب في بداية تكوينه، مزيج من القدم وجدد، عندنا مشاكل كثيرة، ما عندناش رأس الحربة الصريح، ما عندناش يعني المكونات متاع منتخب قوي جدا. البداية زادت صعبة الأمور، لعبنا مع موزمبيق اللي هو أضعف فرق المجموعة، تعادلنا 1-1 بشق الأنفس، صعوبات زادت، بعض الإصابات، خيبة أمل على مستوى المهاجمين اللي كانوا موجودين ما سجلوش. مباراة ثانية جات ورا بعض وبسرعة، غانا أنتوني يابوا، أبدي بيلي، فريق قوي جدا ومرشح صامويل كيفور، فريق خسرنا معاه 2-0 رغم أن عملنا أداء جيد جدا. هنا الأداء الجيد جدا أخذها بعين الاعتبار شخص مهم جدا في البعثة آنذاك، طبعا المسؤولين اللي جاوا معنا رجعوا لتونس لأنه عارفين أني خلاص مباراتين نقطة واحدة الفشل على الأبواب، لكن كان معنا رئيس اتحاد محترم جدا الجنرال يونس شتالي، شخصية رياضية كبيرة في تونس، كنا في رمضان وكان عنده بديهة غير عادية. في حين كنا الكل في شر حالة شك تحت ضغط، نظمنا عشاء وإحنا كنا في رمضان، إفطار تونسي بحت في جنوب أفريقيا بعد تقريب 3 أسابيع وإحنا في الكان وفي تحضير الكان. اجتمعنا على طاولة بس لاعبين وحدنا، ما كان في ولا مسؤول. فرصة كبيرة كانت بس اللي يتقال في حجرات الملابس واللي يتقال في الكواليس واللي يتقال في الظهر صار يتقال في الوجه. تينا نحكي فيما يهمنا، قربنا لبعضنا في عشوية واحدة، في إفطار واحد. هذا الإفطار افتح الباب لاجتماعات ثانية. كان مازالنا يومين على مباراة كوت ديفوار المصيرية. المصيرية يعني نفوز أو نرجع تونس. صار اجتماع كل يوم بس لاعبين فقط من غير إطار فني. هذا التقارب اللي صار بين اللاعبين كسر حاجز كبير عندنا في المنتخب التونسي كان اسمه تمثيلية الأندية الكبيرة. النجم الترجي الأفريقي الصفاقسي، هذه مكونات المنتخب. كان في حبينا وكرهنا انشقاقات. هالتجمعات وبدايتها بالعشاء صار في أكثر تواصل. كسرنا هذا الحاجز، بدينا ندخل في موضوع المصلحة العامة، وفعلا جت مباراة كوت ديفوار. طبعا المدرب هنري كاسبر جاك صاحب المشروع آنذاك متاع تصحيح وضع الكرة التونسية عمل تغييرات، استعمل 6 لاعبين منهم 4 من النجم رضي الساحلي، الفريق اللي كان آنذاك في أحسن حالاته، صغار شبان، قيس الغثبان 19 سنة، رياض البوعزيزي 21، مهدي بن سليمان 19 سنة، وبدأ بهم وفتح أفاق جديدة. يا صابت يا خابت، وفعلا صابت، فزنا على الكوت ديفوار 3-1، انطلاقة رهيبة جدا. أنا ذاك كان كابتن عبد المجيد شتالي في الإدارة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. كتونسي بعد فوز كوت ديفوار تخلينا حجرة الملابس، فكرتنا كبيرة عليه، يعني كاريزما شخصية كبيرة في كرة القدم التونسية والإفريقية.
الا مره واحده يقول يعطيكم العافيه شباب وما قصرتوا كذا كذا، ولكن ماناش مروحين ماناش مروحين. يعني الموضوع هذا ماناش مروحين قعد معنا حتى للفاينل. كل ماتش ندخل حجره الملابس يجينا كابتن معالي شتالي يقول شباب يعطيكم ماناش مروحين ماناش مروحين. صار كيما الديكليك مع ماناش مروحين، تغير سبحان الله كل شيء. رغم انه مجموعه اللاعبين ما كانتش كبيره، ولكن الاجواء تغيرت، الثقه زادت، اللاعبين قربوا من بعضهم، الروح كبرت، صار المدرب اللي يعمل الناس كل تطبق بروح عاليه جدا. جانا مباراه الربع النهائي الجابون، جابون هو فريق عمل دوري مجموعات ممتاز جدا، فريق ما عندوش نجوم كبار ولكن فريق جيد. خذينا عليه الاسبقيه، سجلت انا الهدف الاول، ولكن في الاخير عدلونا، رحنا ضربه جزاء من غير ضغوطات من غير ولا شيء، ترشحنا بضربه الجزاء. الا وقدامنا مين في النصف النهائي؟ زامبيا. قالوا شاب ولا يا ماليتيلي، فريق رهيب ورهيب جدا جدا. هنا صراحه رجعنا لمناش مروحين وكابتن عبد المجيد شتالي في حجره الملابس، صار تقليد على كل. فزنا على زامبيا المرشح الاكبر 4-2. بعد زامبيا وصلنا للنهائي، النهائي طبعا تغير كل شيء، المسؤولين اللي كانوا روحوا رجعوا. يعني وصلنا للفاينل، كانت الهلمه اللي جايه من تونس ومن اعلى الهرم ومن السلطات ومن الجماهير ومن العالم الكل، خلتنا عندنا احساس انه خلاص يعني حققنا الاكتفاء الذاتي، وهذه كان غلطه كبيره. اليوم ممكن نوعى بها، ولكن لو كان في هذاك اليوم كان عندنا الجديه من المسؤولين في ان نواصل، ما زلت خطوه على انك تحقق حلم ممكن ما كانش في البرنامج اصلا، انك تلعب جوهانسبورغ. ولكن جنوب افريقيا البلد المنظم كان في الفاينل، نيلسون مانديلا كان في الملعب امامنا، كنا نفكر في هذه الاشياء وضيعنا التركيز، خسرنا الفاينل 2-0، ولكن رجعنا لتونس كابطال، استقبال جماهيري في الباص المكشوف وشوارع تونس، والناس ترمي لك تيشرتاتها واغراضها، وكانت علاقه وحدث استثنائي بالنسبه لنا احنا كلاعبين تونس، كانت بدايه المشوار بالنسبه لنا. في الجزء الثاني ندخل على الترشيحات. الوقت الحالي لازم نقول انه مهما كانت ترشيحاتنا، الوضع الوبائي يمكن يأثر عليها. يعني غيابات لاعبين مهمين جدا في توقيت سيمي فاينل او ربع نهائي او حتى في فاينل يمكن يأثر على وضعية منتخب عن منتخب. يبقى في امور واضحة وثابتة بمستوى مجموعة اللاعبين، بالمستوى الإطار الفني، بالمستوى الحالي، بالحلول الموجودة كاختيارات بديلة حتى في حالة الإصابة والغيابات. أنا أعتقد أنه السنغال والجزائر يبقوا مرشحين فوق العادة. من وين يمكن تجي المفاجأة؟ المفاجأة بمعنى أنهم يمكن يفوزوا بالبطولة، ممكن يكونوا في النهائي. أنا باش نرشح 4 منتخبات: تونس، مصر، المغرب، بوركينا فاسو. منتخبات عندها كاركتر، منتخبات اني تكون تمشي بعيد في البطولة ماهوش غريب عليها، يعني بجودة اللاعبين، بي 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 بالامكانيات اللي ريناها في الفترة الأخيرة. منتخبات احنا نقول انه عندها الحافز وعندها كل شيء باش تحقق المفاجأة. خيبة الأمل، خيبة الأمل يمكن تكون من البلد المنظم كاميرون. غانا اللي وضعها بصراحة مقلق جدا. نيجيريا اللي في العادة كذلك ممكن تكون في الترشيحات الكبيرة، اللي ما يمكنش معنا نشوف اني باش تكون من خيبات الأمل في هذه البطولة. مع كوت ديفوار اللي في العادة دايما عندها منتخب جيد جدا. ننتظر تفاعلكم، آراءكم حول ترشيحاتنا، حول من وين يمكن تجي خيبة الأمل، وخاصة إن شاء الله ما تكونش من منتخب عربي.